بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عمر شريف. انا النهارده هكلمكم في حاجه اسمها ذا جود ذا باد اند ذا اجلي. هي الجزء الثالث من اربع برزنتيشنز انا بداته في 2011. اول برزنتيشن كانت عن البنيه التحتيه، تعرفها وايه هي البنيه التحتيه. البرزنتيشن الثانيه كانت الاند يوزرز او المستخدمين في مصر من اعلى مستوى، اي واحد في البيت ايه البرامج اللي هو بيستخدمها في البيت وهل دي مؤمنه ولا لا. فكنت بحاول اربط ان احنا عندنا مشاكل في اللاير اللي تحت خالص في البنيه التحتيه وعندنا مشاكل كمان فوق. المره دي هبين حجم المشكله والدول الثانيه بتعمل ايه في المشكله دي وايه اللي ممكن نتعلمه منها. انا عملت تجربه على مدار 45 يوم، هعرض لكم نتائج التجربه. اعتقد دي اول مره حد يشوف حاجه زي دي. البنية التحتية هي القطاعات المهمة في الدولة اللي بتشتغل في أنظمة الكمبيوتر زي قطاع الاتصالات، قطاع المواصلات، النقل البحري والنهري الجوي وكل أنواع النقل والبطالة طبعا، قطاع الكهرباء، قطاع المية، كل دول بيشتغلوا مصانع، كل دول بيشتغلوا أنظمة الكمبيوتر احنا بنعتمد عليها كدولة زي بقية الدول كلها. كل الكمبيوترز دي بيطلق عليه اسم اندستريال كنترول سيستمز او انظمه التحكم الاشرافي او الصناعي. بيبقى شكلها عامل كده زي اول بيكشر فوق، ده بي ال سي بروجرامبل لوجيك كنترولر. البي ال سي ده بيتم برمجته عشان يقوم بوظيفه معينه، بيبقى شكله كابل زي شكل كابل اصفر ده، ايثرنت عادي خالص متصل بوحده التحكم تبقى فيها المهندسين في المصنع او في الجهه دي، بيتحكموا منها في المصنع ويفتحوا ويقفلوا المدخلات والمخرجات للعمليه الانتاجيه. بيبقى قدام كل مهندس فيهم شاشه زي دي، الشاشه دي اسمها اتش ام اي هيومن ماشين انترفيس. بيقدر منها من استخدام الماوس ان هو يفتح فالف يقفل فالف، يفتح بايب لاين يقفل بايب لاين، يفتح كوبري يقفل كوبري، حاجات مهمه جدا في اي حياه اي بلد في اي دوله. مؤخرا الحاجات دي بقت هدف مهم جدا للدول ان هي توقع بعض وان هم يهاجموا بعض. فعاوزين نشوف هل مصر وضعها ايه في الموضوع ده ولا احنا مستعدين لحاجه زي دي ولا لا. في 2011 زي ما اتكلمت انا بدات القصه دي ان انا بحاول اتكلم فيها، وكان في مصر وقتها شركات كبيره زي سوميل وشركات الكهرباء ومنتهى الشرفيه بينشروا كل حاجه عندنا اونلاين، تصاميم المصنع، السيت بوينتس بتاعت العمليه، في حاجات من 10 سنين كانت تعتبر اسرار، اسرار الدوله يعني. يعني ممكن ابعت جاسوس عشان ياخد الصور دي، لان دي فيها امتى الشبكه المصريه ممكن تنهار، امتى الشبكه الميه المصريه ممكن تبوظ، امتى السد العالي ممكن يبقى اوفر درايف والمكن بتاعه يحرق، ممكن نتحكم فيه في المواني، حاجات حساسه جدا في شبكات الاتصالات. لكن احنا بننتشر فيها، كنا بننشر الكلام ده بما يعكس عدم الوعي. بس لو تلاحظوا الصور دي كلها ويندوز ان تي او ويندوز 3 القديم خالص، وهنرجع للنقطة دي بعدين. يعني احنا بنستخدم حاجات قديمة. كنت دايما طول عمري بقول ان احنا عندنا خطرين كمصر بيواجهنا في المفروض نقلق منهم، الخطر الأول هي الدول اللي ممكن تأذينا في حاجة زي دي، الخطر التاني هو جهلنا بالموضوع ده أو إن احنا مش مهتمين بيه، بس أنا دلوقتي أقدر أقول إن في خطر تالت. الخطر التالت إن القدرة على حد إن هو يأثر في الحاجات دي ما بقتش حكر بس على الدول أو لازم حد سوفيستيكيت جدا انه يعرف يصيبها، لا بقى اي حد معرف ممكن يعرف يصيبها ويعمل فيها ضرر. والنولج دي وصلت لحتى الناس العاديين والهاكرز وكمان وصلت للارهابيين. فانا هاخد مثال واحد، طبعا كلنا نعرف انونيمس في منهم اوف شوت جروب اسمهم تيم بويزن في انجلترا، اخترقوا مكتب رئيس الوزراء البريطاني وسجلوا مكالماته. طلع امر بالقبض عليهم، رئيس الجروب دي واحد اسمه جنيد حسين. جنيد حسين اختفى قبل القبض عليه، محدش كان لاقيه في انجلترا خالص لمده سنتين. اكتشفوا بعد كده ان هو ظهر في سوريا وانضم لداعش، سمى نفسه ابو حسين البريطاني. شغلته في داعش دلوقتي ان هو بيدربهم ازاي يهاجموا الحاجات دي، ازاي يهاجموا البنيه التحتيه للدول. وكانوا محتاجين فلوس، فعشان يجيب فلوس يبتدي يجيب اجهزه ويمرن الناس. عمل خطه ان هو يهجم على بنوك يخسر منها فلوس يمرن الناس عشان يبقى الخطوه الجايه يستهدفوا البنيه التحتيه للدول عملتها بتاعش مش سبورت يعني. طيب كده احنا في
في الجيوبوليتيكال الوضع اللي احنا فيه ده وضع يعني فولاتايل جدا في الشرق الاوسط، ولازم احنا دايما نبقى باصين ايه اللي بيحصل حوالينا ومين عنده القدرات دي والقدرات دي تكتر ومين اللي ممكن يسبب ضرر عليها. فانا فكرت فكره ان ده لازم نهتم بيه، وفعلا بعد اسبوع واحد من انا فكرت الفكره دي لقيت خبر معرفش لفت نظر كتير ولا لا، ان الناتو مثلا الناتو مضى مع الاردن ان هو اللي هيحمي البنيه التحتيه الاردنيه من الهجمات السيبرانيه. فده خلينا نسال طب امتى الدوله تقدر تقول انا اقدر احمي نفسي؟ وامتى الدوله تقول انا محتاج حد يحميها بنيابه عني؟ وهل ده صح ان انا اجيب حد يحمي حاجتي ولا لا؟ فقلت انا هعمل، طب ليه ما حدش هجم على مصر لحد دلوقتي؟ ليه احنا كنا بعاد عن المشاكل دي؟ احنا كنا بعاد ان احنا البنيه التحتيه بتاعتنا قديمه. لسه مش ديجيتال، لسه مش كونكتد على الانترنت اوف ثينجز، ولسه مش واصله اونلاين. البنيه التحتيه بتاعت مصر معظمها اتبنت في الستينات والخمسينات، وجا وقت ان هي ريتايرد خلاص، هي جابت اخرها وبدات تنهار. فبحكم الزمن لازم البنيه دي هتتغير. كل التقارير بتقول ان احنا هنغير البنيه التحتيه بتاعتنا خلال الخمس لثمان سنين جايين. ده معناه ان كل حاجاتنا هتبقى ديجيتال، كل حاجاتنا هتبقى اونلاين. فمعناه ان الخطر هيزيد، اللي كان حامينا في الاول ربنا كان سترها معانا ممكن بعد كده يبقى صعب. فانا كنت عاوز اعرف لو احنا دلوقتي بقينا ديجيتال ايه اللي هيحصل؟ فاستخدمت الطعم، فكره الطعم. قررت اعمل تجربه على مدار 45 يوم ان انا هجيب هاني بوت، ده يبقى سوفت وير يحاكي الحقيقه. كمبيوتر شغلته انه يدعي انه مصنع او انه طياره او انه مينا او انه سد، وادي له الصبغه دي واحطه اونلاين يبيهيف كانه السد او يبيهيف كانه مصنع، واشوف مين اللي هيهجم عليه، مين اللي هيلقط الطعم. وعن طريقه ان انا احلل مين السمك اللي هيجي ياكل الطعم هعرف مين اللي بيواجهني، جاي منين وبيحب ايه وبيكره ايه. ف ده كونسبت اسمه هاني بوت. في بقى اندستريال كنترول بوت بقى اسمها كون بوت. فانا عندي فيديو حوالي 3 مينتس يشرح باختصار ايه فكره الكون بوت. عشان القط الحاجات اللي بتيجي واسجلها.
PLC سيمنز ده بروجرام الجهاز الابيض ده مش في الاول خالص ده اختار نوع سيمنز S7-200 S7 دي سيريس الفاميلي اللي استخدمت في مفاعل ايران نثانز اللي استخدمت هو نفس الفاميلي بروتوكولز مودباس و S7 كوم بتاع سيمنز مودباس ده اوبن بروتوكول S7 ده بتاع سيمنز هما اللي عاملينه كل البروتوكولز دي فيها مشكله ان ما فيهاش اوثنتيكيشن يعني لو انا قلت له انا الماستر بتاعك وبقول لك اعمل كذا هيسمع الكلام مش هيسالني قول لي امارة ان انت الماستر ودي اول مشكله عندنا اتش ام اي ايميليتور وويب انترفيس كل دول مع بعض اضربهم في الخلاط يبقوا كومبل طيب انا التجربه بتاعتي سميتها 1 2 3 هوب وليه 1 2 3 لان انا حطيت 3 سنسور في 3 قارات مختلفه حطيت اول واحد في امريكا ثاني واحد في اوروبا ثالث واحد في الصين ليه الثلاث دول لان انا عاوز اشوف الدول الكبيره دي بتتخانق مع بعض ازاي والهوب طبعا احنا عاوز اعرف احنا الهوب فين في القصه دي التجربه دي خدت مني 45 يوم كانت محتاجه ملايين السطور في ملايين من الداتا جمعت ملايين السطور كان لازم افلتر الداتا دي كلها واطلع منها الحاجات المفيده بس فالمنظر الزباله اللي تحت ده المفروض يبقى ايه حلو كده وجميل على ايدنا اليمين فاستخدمت انفراستراكشر اسمها لوجلي دي كلاود سيرفيس في امريكا ترمي عليها اللوجز يعمل لك فيجواليزيشن كويس وتقدر تطلع منه معلومات مفيده. طبعا متخيلين حجم التكلفه المشروع زي ده ثلاث سيرفرات ثلاث قارات وانا في بلد رابعه شبع الجيران عندنا انفراستراكشر اللوجن كبيره باندويتس عالي وقت كتير طبعا تكلفه غاليه بس انا كان هدفي دايما في ذاكر مصر على طول الموضوع ده شاكر براكب كده كلفني $5 $5 ليه؟ لان انا كنت بستخدم في معظم اللايسنس دي كل الحاجات دي الموضوع بتاع ال 45 يوم ترايب فانا ما بدفعش اي حاجه ال $5 دي كانت مجرد تكلفه السيرفرات الايجار في اول فتره ده الانترفيس بتاعي كنت شايف منه ثلاثة سنسورز ثلاث قارات مختلفة ميموري وهارد ديسك بدأت أحطهم في شكل انترفيس كل حاجة كانت في المكان ده بتدي إيحاء إن ده مصنع غاز طبيعي غاز ديستريبيوشن سيستم من إنتاج شركة سيمنز ده لما كنت تخش على السنسور من دول بتلاقي كل البيهيفير بتاع الحاجات اللي بتحاكي مصنع حقيقي يعني طبعا حاولت ان هو يبقى as real as possible. طبعا قبل ما احطه لازم كنت اعمل شويه تيستس فده اول ما حطيته اونلاين تلاحظ فوق ان السي بي يو كان عالي جدا لان هو في درايف باي افكس كتير اي حاجه بتتحط اونلاين دلوقتي بتتخبط من اي حد رايح ولا جاي ده طبيعي فكان لازم ان انا اقلل النويز دي لحد ما اوصل للحاجات اللي انا بدور عليها فحطينا فاير وول كويس فاير وول ده قفلت فيه كل حاجه. فهنلاحظ ان بعد الفاير وول السي بي يو يوتيلايزيشن قل جدا. قعدت حوالي اسبوع لحد ما عملت بيز لاين لكل حاجه عندي يعني بقيت عارف الميموري شكلها ايه فاضي الطبيعي، البروسيسور شكله ايه فاضي الطبيعي. كل ما تتخيله حاولت احسبه كويس بحيث ان مع اي تغير على اساس يعني لما امثلها لو في سمكه بس بتقرب اعرف ان في سمكه بتقرب. فيبعت لي ايميل ان في سمكه بتقرب فاروح انا داخل البصص ايه اللي بيحصل. الفاير وول رولز زي ما حكيت لكم انا قفلت كل الرولز ما عدا سته بس، سته بورتس بس اللي كانت مفتوحه التلنت والاتش تي تي بي والسيس لوك والاس ام تي والمود بس والاس ام. اخر اثنين هم دول اللي انا عاوزهم، هم دول اللي انا عامل كل ده عشانهم، انا عاوز اعرف مين بيخش على الحاجات دي ومين بيعمل ايه بالظبط. اللي فوق ده ماليش علاقه بيه مش مهتم بيه دلوقتي. طبعا اللي فوق ده كان عليه اكتيفيتيز كتير جدا حاجات اتاكس قديمه معناه ان الانترنت فيها اوتوميتد اتاكس كتير بالملايين دول كان شويه حاجات من الاتاكس اللي بتيجي على بورت 80 طبعا معظم الحاجات دي انا بحذفها من النتيجه النهائيه وفي حاجات جديده في حاجات جديده زي شيل شوت ما اعرفش انا طبعا ده الحاجات الجديده ده اتاك من الاي ماش الشاشه نشوفها شويه لكن اول سطر ابيض بالخط الاحمر ده اي بي في امريكا داخل على السنسور في الصين، دي كانت سنسور في الصين
وده اي بي امريكاني دخل عليها بيحاول يعملها شات شوت. بعد ما بيخش بيبعت بيخليها تخش على اي بي تاني في امريكا برضه بالاخضر. رحت الاي بي ده قعدت اشوف هو بيعمل ايه. لقيته ان هو بينزل بيرب سكريبت بيفتح اي ام سي شامل ويخلي السيرفر ده يخش على طول في بوتنت. تتبعت الاي بي لحد ما عرفته جاي منين. جاي من مكتب حجز اوبرا بورتلاند. اللي اقصده من التجربه دي ان انا اي خيط مشيت وراه، مشيت وراه لحد اخره وحددت ده تبعي ولا مش تبعي. كسامري قبل ما نخش بقى في الحاجات اللي هتدينا في داهيه، كسامري حوالي 75% من الترافيك كان اتش تي بي و18 اس ام بي وهكذا. اللي كان مفاجئ ليا ان 4% مود باس وسيريز، وده عدد اكبر بكتير من المفروض او كنت متوقعه، عدد كبير. معناه ان 4% من لو عندك سيمنز اونلاين وده حاجه مهمه هيبقى عليه شغل حوالي 4% من الوقت، وده رقم كبير. طيب لو حذفنا كل النويز وركزنا على 4% الاتاكرز وصلوني ازاي؟ عرفوا منين انا بقيت اونلاين؟ عرفوا من سيرش انجن فايدو في الصين، شودان، مافينجو برضه موقع في الصين، وجوجل. عن طريق الحاجات دي هم وصلوا لي. بيعملوا سيرش اونلاين طبعا على الاوبن بورتس، ايه الاوبن بورتس بتاعت مود باس وايه الاوبن بورتس بتاعت سيمنز اللي في العالم كله، ويدور من الحاجات دي بيعرف يوصلها. طيب نبتدي نحلل بقى اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل كومن في الثلاثه دلوقتي؟ الاتاكس. الاتاكس كلها بتبتدي اول خطوه حاجه اسمها الماجيك باكيت في سيمنز. سوري اللي هو بالاحمر تحت دول، ده زي بينج ويك اب كود، يعني بيصحي البي ام سي يقول لها اصحي دلوقتي انا هبتدي اكلمك وانت الاي بي بتاعك بالظبط ايه وايه الكورس بتاعك، يعني بتحاول يفتح معاها حوار. الخطوه الثانيه ان يعني بيسالها مجموعه اسئله، والسيمنز مصممه زي اي زي اي بي ام سي بتاعها ان هو يقول كل حاجه. فهنا الاسئله اللي بيسالها لها ايه المود، ايه المود بتاعك؟ ايه الفيرجن اللي عندك؟ انت شغاله فين؟ انت متركبه فين؟ في انهي بلد؟ الفاسيلتي نيم، الشركه اللي انت فيها، اللايسنس ايه؟ السيستم نيم، اب تايم، تايم انت دخلت اونلاين، عدد ساعات الوقت اللي شغال. يقعد يسال اسئله كتير زي الاستجواب، يعرف منه الضحيه دي شكلها ايه وعامله ايه. الخطوه الثالثه انه بيفتح معاها سيشن وكونكشن. الحاجات دي طبعا انت عاوزكم تتخيلوا ان ده معناه ان في حد في بلد ثانيه حاطط ايده على مفتاح جوه السد، او حاطط ايده على سويتش محطه كهرباء في القاهره، هو واصل جوه خلاص. ده مش اتاك عادي. اللي بيعمل كده ده معناه ان هو ممكن يضلم حته يقفلها خالص، يعني يجيبها من فوق لتحت. فده حاجات فيري سنسيتيف، انا مش متخيل ان هو الموضوع بقى بهذه السهوله. طيب ده المثال انا بقوله ان هو فعلا بقى واصل يعرف يتحكم فيها لو الحاجات دي اونلاين، وهنشوف بقى الحاجات دي فعلا اونلاين ولا مش اونلاين. يعني الفرضيه دلوقتي ان انا لو حطيت الاجهزه دي اونلاين هيحصل فيها حاجه. وفعلا شفت حاجات مجنونه شويه زي ده السنسور اللي في امريكا دخل عليه حد من الصين وعرف مر بالثلاث خطوات، في الخطوه الرابعه راح باعت له امر ان هو يقفل البايب لاين، شوت داون البايب لاين. شوت داون بايب لاين في غاز ممكن يفجر المصنع. بعد الاكشن دي على طول راح عمل ترمينيشن للكونكشن، فصل خد يعني زود. ده هيت اند ران، يعني هو دخل عمل لعب اللعبه بتاعته وخلع ومشى على طول. الاي بي ده طبعا في الصين دايناميك اي بي، يعني مش هتعرف توصل له، مش هتعرف تعرف ده بتاع مين. والاي بي ده بالنسبه لي في ال 45 يوم ما جاش تاني، يعني هو خبطني مره واحده بس وما لاحظتوش في اي حته ثانيه ولا ظهر بعد كده خالص. طبعا دي مشكله لاي صانع قرار ان هو مش هيعرف يرد على مين، اثبت منين ان ده معاه كده. دي مشكله هتواجه اي حد تعرض للموقف ده. كسامري للاوفرول اكسبيرمنت، السنسور بتاع اوروبا اكتر ترافيك سكيلا جه عليه كان من جوه اوروبا، من دول جوه اوروبا وخاصه المانيا، وكان بافراد البحث والريسيرش. عرفت منين افراد البحث؟ ان انا مشيت ورا كل واحد وكلمتهم، بعت لهم ايميلات
بيطلعوا جامعات، الجامعات الالمانيه كانت بتقول لي احنا بنعمل ريسيرش سكان اوروبا كلها عشان نشوف الايشوز فين ونصلحها ونطورها في المنتجات بتاعتنا في البنيه بتاعت المانيا. امريكا السنسور اللي في امريكا اكتر هجوم عليه كان من الصين. وما كانتش باغراض البحث، لا كان مالنيشس اتمتس، يعني بيحاول حد بيحاول يوقع على السنسور. انا بتكلم مش حاله واحده، دي عشرات الحالات، انا جايب اكزامبل بس. الصين نفس الوضع، السنسور الصيني الهجوم اللي عليه كان جاي من امريكا. وما كانش باغراض البحث. انا بالنسبه لي كده الفازل يبتدي يتضح مين بيعمل ايه وفين. طيب الاي بيز اللي كانت بتهاجم امريكا او بتهاجم الصين دول جايين منين اصلا؟ يعني جوه امريكا طالعين منين بقى جوه امريكا او اللي جوه الصين طالعين منين جوه الصين؟ طالعين من كلاود سيرفيس بروفايدر اجر دول ثلاثه نموذج منهم اشهر ثلاثه شفتهم في التجربه. الحاجه المشتركه بينهم كلهم ان هم بيستخدموا بيتكوين او بيقبلوا بيتكوين. بيقبلوا بيتكوين معناه ان هو صاحب الشركه نفسه اللي مأجر مش عارف مين اللي دفع فلوسه. فلو حصل حاجه مش هتعرف تتريس، ملهاش حل. العملات دي خارج نطاق المراقبه الدوليه ومحدش عارف مين اللي دفع فلوسه. فالترابيلتي عاليه جدا. الخلاصه بتاعت التجربه بعدين قبل ما نشوف الهوب بقى وراها ايه؟ ان الاتاكس حقيقيه موجوده اونلاين، احنا بنتكلم دلوقتي في ناس بتشتغل مع ناس. اي سيستم هيوصل على النت ومش مؤمن هيتخبط. ده فاكت. بالنسبه لنا الاتاكس مش راندوم، على عكس اتاكس الويب اللي هي يعني نويز كتير، اي حد بيتخبط اي حد، دول بالذات ما شفتش حد من اسبانيا بيهاجم امريكا، ما شفتش حد من استراليا بيهاجم انجلترا، ما شفتش حد من البرازيل بيهاجم الارجنتين، ما شفت كل اللي شفته حاجات تنطبق على وضع سياسي معين. مش حاجات راندوم، مش عشوائيه كل واحد يفاير على اي حد، لا. كل واحد يعني جاي حته رايح في حته لوجيك. الاي بيز الوحيده اللي كانت كومن في كل السنسورز كانت كومبوت الاي بيز بتاع شودن سيرش انجن. ده معناه ان شودن عنده فيزيبيلتي كويسه جدا لاي دوله في العالم ايه اللي واصل فيها اونلاين. طبعا اللي عنده الداتا بتاع شودن عنده كنز كبير. الكلاود مع البيتكوين حطهم مع بعض يبقى ديد اند لاي فورنزكس، ديد اند لاي دوله عاوزه تعرف مين اللي عمل كده. بتصعب على صاحب القرار انه يرد، مش عارف يرد. لو هو بقى ده الطبيعي دلوقتي، يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي، طب يا ترى لو في دوله حطت دوله في دماغها بقى هتعمل ايه؟ هتسخر امكانيات شكلها اذا كان ده اللي بيحصل احنا از وي سبيك دلوقتي وده اللي بيحصل. فانا توصلت لكونكلوجن ان الستيت سبونسر اتاكس محتاج ستيت سبونسر ديفنسز. الهجوم اللي الدوله او المخاطر اللي في دوله بتدعمها محتاج الدوله الثانيه تستعد ليها، مش الشركات، الشركات مش هتقدر تصد حاجه زي دي. حرام ان احنا نطلبها او نتوقعها منها. طيب الخطه فين بقى؟ انا قلت هسمع زي عامل زي الهاكرز، هستخدم اول خطوه، اول خطوه ان انا بستخدم شودن مثلا. طيب هستخدم شودن واسكان مصر واشوف ايه هل في بي ال سيز في مصر على النت واصله فين؟ تعالى نشوف مع بعض. عملت الاسكان، طبعا في حاجات كتير للاسف. حاجات كتير عشرات واسطه اونلاين. هاخد منهم ثلاث امثله بس عشان محدش يزعل. وانا متاكد ان سيرت مصر مثلا او الاجهزه بتبص على الحاجات دي وبتحاول تكلمهم وتحاول تخليهم توعيهم. بس المشكله الحاجات دي لما بتتشال تطلع تاني، بتتشال تطلع تاني، يعني مفيش وقت، ده مش الحل الجذري، هنحاول نشوف الحل الجذري في الاخر. المثال الاول شركه موبايل كبيره جدا من اكبر شركات الموبايل. هتلاقي حاطين كنترولر اونلاين واصل على النت. طبعا انت ممكن بسهوله في داونلود المانيوال بتاع البرودكت ده وتعرف اليوزر نيم والباسورد. مش هقول لك انا دخلت ولا لا، نو كومنت، بس موجود. هيوصلك للبي ال سي ده، البي ال سي ده واصل مباشره على ابراج 3 جي في الشركه دي. معنى كده ان هم هل ممكن مثلا يسمع مكالمات؟ ما اعرفش. هل ممكن يوقع على التاور وياثر على التغطيه في حته؟ ما اعرفش. بس ده مش المفروض يبقى اونلاين ايا كان. المثال الثاني داتا سنتر عملاق برضه البي ال سي بتاعه، البي ال سيز عنده وصله اونلاين
مفيش اي سكيورتي خالص. يوزر نيم باسورد تقدر تعمل داونلود من مانيوال. يدخلك على حاجه اسمها ويب 600 سنس فون. ده بي ال سي شغلته ان هو بيظبط الحراره جوه الداتا سنتر اتش باك. منه ممكن هو طبعا ده معناه ان هو له رجل في جوه الشركه جوه النتورك بتاع الشركه، يعني رجل بره على النت مفتوحه بحري وجزء جوه الشركه. وممكن لو انت مش عاوز تخش جوه الشركه ممكن تقفل سنسور الحراره فالاوضه السيرفر روم بتبقى حر جدا فالسيرفرات تقف. طبعا ده واصل فين؟ واصل على الداتا سنتر بتاع نايل اونلاين اكبر تبع تليكوم ايجيبت، طبعا ماسكه جزء كبير من البنيه التحتيه في مصر. طيب المثال الثالث وده بقى اكتئبني نفسيا وتعبني الحقيقه. المثال ده ان انا دخلته لسبب، يعني مشيت لاخر جوه لان هو الفاير وول ديسيبل والباسورد ديسيبل اصلا. طبعا بوم 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 كله موجود. ده واصل لايه؟ ده كارثه بحد ذاته. دي شركه اتصالات كبيره جدا مش هقدر اقول اسمها برضو. السيمنز ده واصل على كابل اتصالات بيننا وبين دوله ثانيه فضيحه. طيب كل حاجه موجوده، يعني ممكن تعرف ايه الاي بي بتاع الدوله الثانيه وايه الرولز وايه الهيلث بتاع السيستم، ممكن تشغله وتطفيه وتلعب زي ما انت عاوز رايح جاي ترقصه. البي ال سي تضمنها 20,000 جنيه، فاذا كان هي 20,000 جنيه فاكيد السيستم اللي بتحميه مهم، يعني او اللي هي بتشغله يعني مش تحميه، هي ما فيهاش حاجه خالص. في كيسز كتير بس احنا مش هنقدر نكمل، مش هقدر اخد كله يعني. طيب تعالى نشوف الدول الثانيه بتعمل ايه. انا هاخد امثله مختلفه من دول ثانيه، دول غنيه ودول فقيره، دول عربيه ودول اوروبيه، دول حليفه ودول عدو، يعني ما عملناش فكره. كلهم عندهم استراتيجيه وطنيه في امن المعلومات. البلد عاوزه ايه في الموضوع ده؟ كلهم جاوبوا على السؤال ده مع بعض. النقطه الثانيه، كلهم عندهم ستاندرد وطني لحمايه البنيه التحتيه، الشركات مش فاهمه المفروض تعمل ايه، لازم لان دي حاجه تاثر على الدوله كلها. كلهم عندهم ستاندرد. كلهم عندهم جهه مختصه بالموضوع ده، حمايه البنيه التحتيه. كلهم عندهم معامل بتكشف على اي تكنولوجيا مستورده هتركب في المكان الحساس زي ده او في اي مكان حساس يتفتح البوكس ست شهور بيقعدوا يدرسوا كود اناليسيس كود ريفيو تشيب شيلوا تشيب يفكوها يدرسوا بالظبط ايه اللي جوه البوكس. وهديكم مثال الموقف انا تعرضت له في موضوع الفيتنج لابس. كل دول شغاله صح. انا اسف ما علقتش على الصوره، الصوره دي اللي فوق الكبيره دي المعمل بتاع امريكا اسمه ايداهو ناشونال لابس. في محطة كهرباء، في محطة مية، في برج اتصالات، أي حاجة هتركب في الحاجات دي تتجرب هنا، الحكومة بتعتمدها قبل ما تركب في الحقيقة. والصورة اللي على اليمين دي المعمل بتاع اليابان. طيب هنعمل كويز سريع. الموضوع ده وصل من أهميته إن هو بقى في الدساتير دلوقتي. فدي مادة دستور بتقول إن حماية الفضاء الإلكتروني من الحاجات المهمه جدا في الدوله ان هي تاثر بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى الامن الطاقه وان لازم الدوله تحميها. يا ترى في رايكم الدستور ده بتاع انهي دوله؟ المانيا، فرنسا، الامارات؟ المانيا. المانيا؟ الامارات. الامارات؟ واحد مصر صح. الدستور المصري، الدستور المصري 2014 اول دستور في العالم يلاحظ الموضوع ده رسمي بس هو مش عارف يترجمه لاكشن. في حد فوق بيفهم، حد حاطه صح، بس هو مش عارف يوصله تحت. طيب. ده يؤكد الفكره دي ان الستيت وورد اتاكس محتاج الدول تتدخل. طيب. يتدخلوا ازاي؟ لأنه مستوى ممكن الدوله تتدخل. دي تجربه حقيقيه، يعني شوف اسرائيل عملت ايه. اي مصنع بيبقى ممكن تقسمه لثلاث مستويات، ده الستاندرد اركتكشر، الكنترولرز تحت. لا الازرق دي الاتش ام ايز اللي المهندسين بيقعدوا عليها، بعد كده في فاير وول، وبعد كده تخش على الاداره الكوربريت بقى مكتب الرئيس للشركه، يعني شركه امبي الاداره تبقى فوق والبايب لاينز تبقى تحت. في فاير وول بيتحط في النص. اسرائيل قالت
الفاير وول اللي تحت اول واحد فاير وول ده انا عاوزه وان دايركشن بس، مفيش حاجه تخش المصنع، يطلع بس الداتا تطلع بس عشان انا كاداره اشوف اللي بيحصل، لكن انا مش عاوز ادخل اي حاجه جوه عشان ما يجيليش اي اتاكس من بره. الفكره دي اسمها يوني دايركشنال فاير وولز او الداتا دايود. بقت منتجات معروفه دلوقتي في السوق تقدر تستخدمها. لو تفتح البوكس من دول بتلاقي فيه سنسور لمبه وسوري لمبه وسنسور فيزيكال، يعني الترافيك جاي تحوله لضوء سنسور للاوتو. ما ينفعش تاكل ان هو عاوز تاكل بدل الاثنين دول، يعني توصل تفتح البوكس وتعكس السنسور باللمبه، غير كده مش هتعرف تسرق منه حاجه، ان هو وان واي بس. اكبر ثلاث شركات في العالم، شركه امريكاني اسمها اول، شركه هولندي اسمها فوكس اي تي، وشركه اسرائيلي اسمها ووتر فول. دول اكبر، ووتر فول احسنهم واكثرهم انتشارا في العالم. اسرائيل ركبت داتا دايود في كل البنيه التحتيه من سنه 2007، هم خلصوا بدري جدا ومستعدين. نزلوها بالامر المباشر، الحكومه قالت لكل البنيه التحتيه لازم الحاجات دي تركب، ما لما فيش اعذار، اللي مش هيركب هياخد غرامه. البرزنتيشن دي مش المفروض تبقى بابليك، دي اللي الشركه عملتها للحكومه الامريكيه. ولو شفت اول سطر هم بيقولوا ان هم عملوا التكنولوجيا دي وكانت ضروريه ان هم محاطين بناس يعني مش كويسين زينا، ف ان الظروف اضطرتهم للتكنولوجيا. امريكا اشترت الداتا دايود ودلوقتي ووتر فول تكنولوجي راكبه 95% من مفاعلات المويه الامريكيه. 95% من المفاعلات الامريكيه شغاله ووتر فول داتا دايود. اللي عمل البرودكت ضابط سابق في جيش الدفاع اسمه ليور فرانكل، ودي من النقطه الثانيه اللي انا بزعل ان مصر ما بتعملهاش. نفسي يعتمدوا على الشباب في الحاجات دي. نفسي اي مجند ياخد فرصه ان هو يشتغل يعمل حاجه البلد تستفيد وهو هيستفيد. ما ينفعش استورد التكنولوجيا، ما ينفعش اامن نفسي باجهزه من بتاعتي. هو اكتشف الفكره دي او طورها وهو بيامن طيارات الهليكوبتر الاسرائيليه من الويف لينكس اللي بتحاول تشوش عليها. فوصل لبريك ثرو انه يخلي يقبل الويف لينكس باتجاه واحد بس. طبقها في الداتا ديود ونجحت. طيب هم معهمش فلوس مثلا ما يعرفوش يشتروها، يعرفوا يشتروا بس هم لا لازم تبقى حاجتنا بنفسنا. انا القصه اللي حصلت لي معاهم ان انا كنت في مؤتمر في اسبانيا ولقيت البوت بتاعهم بره، غيرت البادج بتاعي ورحت له قلت له انا بشتغل في بلد عربي انا عاوز اشتري البرودكت بتاعك. قال لي احنا الدول العربيه مش بتسمح بان احنا نبيع رسمي بس احنا عندنا طرقنا. قلت له ازاي؟ قال لي احنا عندنا مكتب في سنغافوره ممكن ابعت لك منه اللي انت عاوزه، البوكس هيبقى بوكس سيسكو والباكج نفسها الهاردوير هيبقى بوكس سيسكو لكن الهاردوير بتاعه اللي جوه، يعني ديكوي في البوكس وديكوي في المعمل. وقال لي البوليست الشحنه هتبقى من سنغافوره ودوله المنشا هتبقى اي دوله ثانيه. وقال لي احنا بقالنا كتير في دول عربيه والموضوع ده شغال فمش هيعرفوا يوقفونا. ده يبقى ليه محتاجين فيتنج لاب؟ ليه محتاجين معمل؟ اي حاجه قبل ما تتركب يتشيك عليها ومين اللي عاملها وجايه منين وبتعمل ايه؟ طيب انا قربت اخلص فاضل لي 4 سلايدز بس دي حاجه مهمه عاوز اقولها. احنا عندنا مشكله زي الدول كلها عندها مشكله بس احنا مش بنحاول نحل المشكله. من 3 سنين كان في الصور اونلاين، السنه دي لما بصيت لقيتهم الاجهزه نفسها اونلاين. كل ده والبنيه التحتيه قديمه، طب لما تبقى جديده ايه اللي هيحصل؟ مع الوقت كل ما نطور البنيه التحتيه بتاعتنا الريسك هيزيد. انا اتوقع ان احنا عندنا مشكله كبيره في 5 ل 8 سنين جايين. ربنا يستر ما نتخبطش خبطه جامده، لو فضلنا ما بنتصرفش او ما بنتحركش. احنا عندنا الفتره الجايه في خطط لمفاعل نووي، في خطط لشبكات كهرباء جديده ومحطات كهرباء جديده، في خطط لسيسي كان في ايطاليا بيشتري دكتوره سريعه، في خطط لتطوير قناه السويس تبقى كلها سمارت ومواني حديثه، في حادثه مش بابليك هقولها لكم في روتردام، روتردام اكبر من هولندا. اكتشفوا ان في هاكر دخلوا على الاي بي سي بتاعت الحواكم السيستم هناك، الكريت هناك الاوناش بتسكان
بتختار جودة على الهوية وبتعرف هي رايحة منين وجاية منين وبتحطها في المسار الصحيح أو إن هي انسبكتد ولا لأ. الهاكرز عرفوا يغيروا السيستم ده أو يغيروا دولة المصدر بتاع الهوية على السيستم مش في الحقيقة. فالتريجر يقرا عن المكتوب على البوكس يلاقي ان دي جايه من دوله جوه الاتحاد الاوروبي فيحطها في مسار ميسر شويه ما فيهوش انسبكشن كامل غير انه مثلا جاي من روسيا. وبرده لو الهاكرز بيكتبوا على الباركود ان هو انسبكت اصلا فما بيتفتش الترين ياخدها يحطها على العربيه وتتشحن على طول يعني بيعدي من التفتيش. طيب مصر هتحتاجكم انتوا خلال 5 سنين. كل مهندس كمبيوتر امن معلومات في مصر غاوي الموضوع ده. مصر هتحتاجه في خلال السنين الجايه. اعتقد ان لسه محدش مقدر الموضوع ده بس غصب عننا هنحتاجه. طيب امن الحاجات دي مش يرجع للدوله، لا سوري مش يرجع للشركات، لا لازم يرجع للدوله، لازم الدوله تتدخل في الحاجات دي، دي اكبر من امكانيات الشركات. طيب في ستاندردز في العالم تعرف تساعدنا؟ اه في ستاندردز، في ستاندردز امريكيه وفي ستاندردز عالميه. اشهر ستاندرد فيهم الايزا 99، ده بيقول لك تعمل ايه؟ ازاي تامن نفسك؟ الايزا 99 ده بيكتبوا 400 500 مهندس في العالم بيبعتوا كل حاجه للجنه فيها 20 واحد، انا واحد في ال 20، بنعتمد الستاندرد قبل ما يطلع. وفي الستاندرد الامريكي ده بابايا بس فدي يعني دي واسطه. مشكلة الستاندرز دي وانا اشتغلت فيهم كلهم ان هم بياخدوا حوالي 5 سنين عشان يتكتبوا، عقبال ما بيطلع بيكون الاتاكس مختلفة. بيفترض ان عندك مستوى من الامن معين، ده مش موجود في الشات اوف، ما عندناش احنا الوعي ده، الماتيوريتي دي مش موجودة. بيحتاج ريسورسز كتير، بيحتاج مهندسين وبيحتاج فلوس. انا توصلت ان الستاندرز دي مش هتنفعنا، مش هتنفعنا لان هي مش مناسبة لينا ولوضعنا. على مدار شغلي عملت اكثر من 40 اسسمنت لشركات حقيقيه وعرفت ان في مشاكل معينه وفي نقاط قوه معينه وفي نقاط ضعف عندنا كلنا. زي مثلا المقارنه دي، دي شركتين، شركه كويسه وشركه نص نص. دي داتا حقيقيه. هتلاحظوا ان انا حاطط نجوم. ايا كانت شركه كويسه او شركه ضعيفه عندك نفس النقط. دي حاجه ترجع للثقافه بتاعتنا وللمجتمع اللي احنا عايشين فيه وللظروف اللي كلنا بنشتري من فيندرز معينين وهكذا، فالايشوز هي واحده. فانا كتبت ستاندرد غريب شويه، الستاندرد ده مش ريسك بيز، اي ستاندرد في العالم ريسك بيز، بتعمل تحليل للمخاطر، بعدين تفتح الستاندرد وتختار وسيله الحمايه المناسبه للريسك اللي عندك. الستاندرد ده مش كده، الستاندرد ده هو ده النظام. ابروتش مختلف شويه لان هو بيقول للشركه ما تضيعش وقتك وتجيب مستشارين عشان تقول لي انا محتاج فرور، تقعد 6 شهور عشان تاخد قرار انا محتاج فرور، لا انت محتاج فرور وانت محتاج في الحته دي في الحته دي في الحته دي. وشفت اكس انستنس كتير فما تقوليش انا محتاج انتي فايروس، لا انت محتاج 2 انتي فايروس، محتاج واحد في الاداره فوق مختلف عن اللي تحت، من شركتين مختلفتين من دولتين مختلفتين. فالستاندرد ده كان ساعة ما كتبته كان هدفي الدول بتاعتنا اللي عندها النقطة دي. فوجئت ان الستاندرد اللي كتبته ده الحمد لله خد ريسيرش ممتاز. شركة هانيوال اعتبرتهم من احسن 3 ستاندرد. شركات في سنغافورة دلوقتي فتحت بتقدم سيرتيفيكيشن للستاندرد. لوكيد مارتن شركة صواريخ دخلت في الموضوع برضه في موضوع الاندستريال كنترول سيستمز، قالت ان ده ستاندرد غريب يعني جديد في ليسنز ليرند. طيب كل مره كان في واحد يقابلني بره ما بخلص يقول لي انت تيجي تقول لنا مشاكل انت وزمايلك ما تقولناش حل، ايه الحل؟ وانا عارفين ان في مشاكل. فانا هبتدي بنفسي. ان شاء الله السنه الجايه لما اجي هيكون معايا تول كيت متكامل هكتبها عشاننا. هيكون فيها كل حاجه اي شركه تحتاجها عشان تقوم نفسها في الحته دي. التول كيت دي هتكون بالعربي والانجليزي. هعمل كورس بدات اعمله مع بلوكايزن هدرسه من غير فلوس وبلوكايزن هتساعدني في الموضوع ده. الهدف ان احنا ان شاء الله خلال 5 سنين يكون عندنا عدد كتير من الناس درس الموضوع ده
عشان احنا هنحتاجهم. الماتش ده ما ينفعش يتصرف. دي حاجه مهمه ودي اخر جمله انا هقولها واشكركم ان انتوا استمعتوا. عمر شيرين من بلوكاسن 3 سنين، كنت عملت سيشن بيتكلم في نفس الموضوع تقريبا، وكنت ذكرت ويب سايت كان حاطط كيس ستادز عن حاجات مشابهه للبي ال سي. وكان السنه اللي فاتت كنت بتكلم في توك فكلمتهم ان كان حصل السيشن بتاعتك، فتحت نفس الويب سايت وريتهم ان الكيس ستادز بقت حوالي 40 كيس ستادز والموضوع بقى في ديتيلز اكتر. عايز اسال احنا هل هنيجي سنة 2020 هنلاقي في كيس ستادز أكتر؟ يعني عايزين إيه الأكشنز ممكن ناخدها؟ في ناس بتيجي تسأل هل في تواصل ممكن نعمله مع حد؟ يعني ده السؤال. الأتاك في العالم كله الأتاكس هتزيد، لأن مع الوقت كل الحاجات تبقى ديجيتال أكتر، والمعرفة اللي محتاجها الشخص عشان يهاجم الحاجات دي بتبقى أسهل. في مانوالز دلوقتي، في تولز بتساعدك تهاجم الحاجات دي أوتوماتيك. وفي الدول اللي هي زينا كده بتحط حاجه اونلاين اصلا وبتساعد، فالاتاكس هتزيد. الحل لازم يبتدي من تحت، لازم يكون عندي ناس كتير بتفهم في الموضوع ده، ولازم يكون في ستاندرد اجباري على الشركات تنفذه، ولازم الدوله تكون يعني جديه في المراقبه على الحاجات دي. السيرت عامل اقصى ما يمكن ان هو بيحاول دايما برو اكتف يبص ويشوف لو في حاجه اونلاين يكلمهم ويخليها يشيلها، بس عشان ما فيش وعي الحاجات دي تطلع تاني. بعد بكره يطلع مشروع جديد صرت لسه ما وصلوش هيروح حاطط الحاجات، فاحنا شغالين في فاير فايتنج مود. ده مش هينفع في حاجه زي دي، لازم برو اكتف اكتر. برو اكتف ان انا اكون عندي ستاندرد الزامي، مفيش حاجه تطلع الا بالشكل ده. يعني مفيش تكنولوجي هتستوردها الا بالشكل ده ومعتمده مني، وابقى عارف ايه اللي بيحصل جواها. مين يقول لك دلوقتي ان انا الحكومه المصريه لما بتستورد سيسكو فاير وول ومركبها في وزاره الخارجيه مثلا ان هو مش بيعمل باك دور شانل لدوله ثانيه؟ او لدوله او للمصنع العام. واحنا لسه شايفين سيسكو في امريكا في قضيه لسه الاسبوع اللي فات 50,000 فاير وول تم تعديلهم في المصنع من ان اس اي قبل ما يتباعوا في السوق. وده بابليك يعني مش بقول سري. طيب معلش هو سؤالي الجاب بين اصحاب القرار وبين الكوميونتي. يعني هل في ممكن مثلا مؤتمر يطلع بتوصيات مثلا مثلا حد عبد المنعم او حد مع وزاره الاتصالات ان يبقى في بروبوزل من المؤتمر بتوصيات معينه ممكن ناخد اكشنز عشان ما نجيش بعد 3 سنين؟ يعني هحاول اشتغل مع معتز نكتب التوصيات انا من ناحيه عامل انا ماشي فيه ده وان شاء الله العدد يزيد اكتر والوعي زي ما شفت في ماده في الدستور في كده يعني الناس مش الموضوع غايب عنها تماما لا عارفين بس هم مش عارفين لسه يوصلوا لتحت ازاي الدوله العميقه مبدئيا طبعا بشكرك انا كنت برضه حضرت اول سيشن ليك في كارسيكيان اللي بس كنت عايز اقول لك يعني يمكن قال انت كنت حته اوبتماستيك انا شغال في قطاع مصرفي بقالي 5 سنين وكنت من اوائل الناس بحاول نقلت انفورميشن سكيورتي ان جنرال ان ما كانش في حد بيفكر فيها فلا الموضوع ده اخد جد وابتدت كل الهيئات اللي في الحكومه يعني نزلنا 3 4 ليفل يعني بعد الدستور رئاسه زي صوره لا ابتدينا نتكلم لان لا المؤسسات الماليه جالها دايركت انستراكشنز بان انا ابتدي اسكيو القصه او قصه حضرتك لمستها 100% صح ان مفيش جيل اصلا موجود بمعنى ان النهارده دي حاجه ممكن يعني لا حاسس ده حاجه مصيبه ان هي تيجي انستراكشنز بالعربي محدش هيقراها ومحدش فاهم الكلام اللي بيتقال وبقى النهارده ريسبونسبل انا بوريك الجانب الثاني النهارده اقدر اقول ان الحكومه عملت اللي عليها خلاص ديليفر للمؤسسات الكونتنتس والانترناشونال ستاندرد عربي انجليزي مانيوالز كامله وفي عقوبات اللي منافسه يعني مش بمانيكيت معاك عادي بس رد الفعل المقابل كونفرنس عشان تشرح لهم ما حدش فاهم اي حاجه ف
لا يعني انا اللي شايفه دلوقتي وكان لو تفتكر عشان كنت برضه قلت لك نفس الكومنت زمان من كذا سنه لا الاولاني زي مشكله كبيره النهارده بخاطب الناس طب الجايدز جت ونزلت انا النهارده مؤسسه برايفت مطلوب مني التارجت ده مفيش فانا استريس تاني على النقطه بتاعتك 100% مفيش نولج من تحت خالص شكرا بشكل طبعا على مرض البرزنتيشن الجميله دي بس انا متهيألي في نقطه غايبه عننا جميعا وهي ان في الثلاث سنين اللي فاتوا سواء بنعمل سيشنز او بنعمل ايفنتات او بنعمل كورسات او بنعمل حتى كابتشر في فلاج كومبيتيشن زي ما احنا بنقول دلوقتي عايزين نعمل كورس وبالمقابل الناس دي بتطلع كل في ليفل اويرنس كويس انتوا بتاخدوهم في قطر بتعينوهم عندكم او يسافروا الامارات او يسافروا على الدول الاوروبيه مفيش حد بيكمل هنا بيشتغل يعني انا وانا واقف بره دلوقتي خلاص بكلم مع الناس لقيت مثلا في 7-8 مسافرين في الثلاث شهرين ثلاثه الجايين زي الثلاث شهور الجايين فانا متهيألي قبل ما احنا بنجهز سكيلز وبنبعتها بره ما بنستفدش بيها دي بس النقطه اللي عايزين نستريس عليها احنا لسه معايا زميلين الاثنين مسافرين ما اقدرش انجز الهدف ان احنا عايزين نكتر البول ده اللي يمشي منهم يتبقى برضه نص شويه لكن لما هو البول صغير اصلا فبيتبقى له صفر بس ده اللي اقدر اعمله بس اتمنى ان الوضع يبقى احسن الناس لو سمحت كويس هي الناس بتسافر ليه اصلا؟ ما هو الناس بتسافر ليه؟ ما هي الناس ما بتستناش هنا ليه؟ في حد اسئله اوكي طيب يعني انا بس عايز اعرف قواعد الحقيقه على موضوع الريجيليشن الجديد القطاع المصرفي في مصر از ريليتيفلي مديور من زمان وكان يجزم ان هو القطاع الوحيد اللي مديور من ان كامس انفورميشن سكيورتي والقطاع الوحيد المصرفي مش الفاينانشال يعني انا اشتغلت في شق اخر من القطاع الفاينانشال وهو بقى عن الماديوري هو بيرجع لها المشكله بتاعت وجود كادر بكميات كافيه واللي يمشي منهم يتفضل ناس هذه المشكله هتفضل المقاومه اللي هيتفضل هيتفضل غصب عنه بدون وجود ايكو سيستم كامل يشجع اللي بيتعلم ده انه يطبق العلم بتاعه ويسيب امبرنت بجد على المكان اللي هو فيه ايفنجولي هيبقى اس بدون وجود توب داون ابروتش احنا عارفين كويس قوي عمر ان توب داون ابروتش لما كان حصل في قطر ما كانش كل الكلام ده احنا عارفين مثال بتاع الفضول كان ايه في قطر لو ما كانش ده ما كانش في توب داون ابروتش ما فيش حاجه هتطلع فانا بليف احنا وي شود ستارت باي ذا ريجيوليتري بوديز الريجيوليتري بودي بتاع قطاعات الطاقه وقطاعات البترول والاندستريال ووزاره الاتصالات كوميونتي كود يعني دول لازم هم اللي يطبعوا الستاندرز دي ولازم ينفورسوا الاورجنايزيشنز انها تعملها في ظل وجود حاجات زي الحد الاقصى للهجوم الموجود دلوقتي اللي ماشي كلمه كتير بالفعل من قطاعات زي القطاع المصرفي احنا عارفين ده كله بنك الاهلي مثلا بيمشي من الناس كادر حتى الأقصى الظروف بالمنطق الموجود فيه حتى الأقصى الظروف هتسبب شيء جميل إنما بالمنطق الموجود فيه يمسح كارير والتالي تدخل الأورجنايزيشن سيرفيس فإذا ما فكرتش في الإيكو سيستم آت لارج المحاولات الصغيرة هتبقى كده زيها زي محاولات المؤسسات الخيرية اللي بتحاول تساعد الناس في برد الشتاء إنها توصل مية ما بتطلعش فيعني الحل ان احنا شغال على الكنترول سيستم مش على الكنترول سيستم. لو سمحت انا سؤالي هو دايما الكنترول سيستمز بتبقى مكلفه جدا بالنسبه للشركات فلو انا عندي سكادا سيستم او اي كنترول سيستم لو مثلا دلوقتي انا كنت بدرب شركه بترول كانوا شغالين ويندوز ام تي وحاجات قديمه قوي فاللي هو عشان يعمل يعني عشان يصلح المنظومه دي كلها محتاج تكاليف كتير
لا هو خليه في لينكدين كويس تمام. ازاي يعني بقى الحته دي؟ هو فكره ان انا افصل السلك وابعده عن العالم الموبايل يبقى كلها مقفوله. طب ما ممكن يبقى فيه اونلاين اتاكس. لا طبعا ده يعني فكره الحمايه في الكنترول سيستمز دايما بتبقى متعلقه بالبادجت او وجهه نظري ان احنا ما عندناش فلوس ان احنا نطور، ما عندناش فلوس او السيستم عشان اجيب سيستم تاني فاوقف بصبره. فالدنيا مش برضه مش عامله زي مثلا سيرفر وهنزل رولز واجيب واحد تاني او هقفل ابي فايرول. يعني الدنيا ما اعتقدش ان هي ممكن تكون فيها سماحيه زي الحاجات التانيه. احنا معظم الكلام اللي بنقوله الهدف منه مش ان انا اغير السيستم او اطوره، لا الهدف ان انا احمي السيستم ايا كان مكانه. المفروض الحمايه ما مش لازم تاخد تكاليف كتير. الحمايه انا اوريدي عندي تصميم غلط، معظم الشركات اللي شفتها تصميم النتورك غلط. متركب غلط، يعني لازم يتعمل بالشكل ده، هو معمول كله ورد فلات نتورك مثلا. ليه عندي مصنع فلات نتورك؟ ده مش محتاجه ده كومن سنس، ما ينفعش احمل كله فلات نتورك. ده مش مكلف، ده راوتر رولز او فاير وول رولز هقدر اقسم احسن، هقدر اامن نفسي افضل. فهي انا اعتقد في رايي قد يكون غلط ان هو مشكله وعي بالجدوى. المشكله دي بتبقى خاصه بقى مش بالسكيورتي اكتر ما هي خاصه بالناس اللي اصلا عم بتعمل ديزاين للحاجات دي. بالظبط. فالناس دي ما عندهاش اصلا يعني النولج اللي عندها ان هي تدرس في الجامعه ما درسوش ما درسش اصلا الحاجات اللي هم ممكن يعملوها. اديك شفت المانيا من ضمن اكبر شفت ترافيك شفته جاي من الجامعات الالمانيه اللي بتعلم الناس ازاي يعملوا تصميم مظبوط. انا قعدت مع السيرت بتاع سيمنز قالوا لي احنا رجعنا المهندسين الدراسه تاني بعد ستاكسنت عشان هو كان الفيروس سوري الباسورد هارد كودد مكتوبه جوه ما ينفعش تغيرها. فقلت لهم هنصلحوا الموضوع ده ازاي؟ طبعا اي بلد كانت هتغير الفيرم ورك على طول. لا هم قال لك دي مشكله ديزاين. خدوا الطقم المهندسين رجعوه كورس سنتين يعيد الهيكل التنظيمي للبروجكت عشان المنتجات دي هتنزل السوق قريب. بس اقصد ان اللي طالع من الجامعه اصلا في مشكله مش ابديت مش عارف المشاكل اللي بره. لكن اتمنى ان المفروض صح زي ما احمد قال المفروض سيستم كامل من الجامعه للموظف الشخص للستاندرد للجهه الرقابيه كل المفروض ان شاء الله اتمنى ان افصل افضل يعني. احنا ممكن داونلود الستاندرد بتاعك مين اهو؟ نعم؟ داونلود الستاندرد بتاعك مين؟ بابليك موجود اونلاين انا ممكن شكرا. في اي كومنت على السلايد؟ اتفضل. هنا انا عايش في ستي وايت. شكرا جدا على البرزنتيشن الرائع وعلى اليوم كل حاجه من الاول خالص. واسفه صوتي مش في صحتي الكافيه. عندي احساس الحقيقه ان النهار اوله في روح شويه مش عايزه اقول تشاؤميه او مش متفاعله. لا الحقيقه احنا لو بصينا على المجال اساسا مجال السكيورتي عموما اساسا لو ممكن نبص عليها نلاقي بالنسبه للعالم بالنسبه للانفورميشن تكنولوجي يعتبر برضه جديد طبعا ما زالت الحقيقه ما هواش مهووس الاول. انا ممكن اقول لكم انا ابتديت اشتغل مع الدنيا من ثلاثتي من الثمانينات خلاص ثمانينات تسعينات 2000 ما كانش عندنا حد كتير بيحط السكيورتي از كومبوننت مهمه بنتكلم فيها قد ما كنا بنتكلم في الراوتنج بنتكلم الانفراستراكشر كانت في الباندويث. سكيورتي كانت بتيجي متاخر والنهارده ما زالت سكيورتي بتيجي برضه ما زالت متاخر. بصينا عليها على الكيرف بتاع التطور بتاع الفتره الاخيره دي لا ماشي معقول جدا. وحتى لو بصينا عليها عندنا هنا في مصر احنا الحمد لله اعتقد في ناس يعني كومبير قبل كده احنا بنتطور معقول. يعني لو بصينا على جامعه النيل بدات بدايتها ومعاها بروجرام سكيورتي. النهارده في عندنا اكثر من جهه في مصر بتحاول تبقى عندها بروجرام سكيورتي. بتكلم على اكاديميك كومبوننت على اكاديميك سيت كومبوننت. بنتكلم على التريننج احنا النهارده عندنا كونفرنس شوفوا سنه 2010 لما بدانا كان العدد عندنا قد ايه والناس بتهتم بقصه قد ايه. النهارده ما شاء الله مع ان عندنا ظروف في البلد اللي هي القاهره تقريبا مليانه. فلا عندنا طبعا تطور كويس قوي بيحصل. صحيح عندنا محتاجين احنا عندنا ايكو سيستم زي ما كنا بنتكلم من شويه. مش عايزين ننسى ان التوب داون ابروتش مش هو الوحيد اللي بينجح بالعكس انت محتاج تبني تحت والبنى بياخد وقت طويل على تبتدي تبني كفاءات وكاركتر عايز وقت كتير فلازم تبقى عامل حسابك
لسانك على خطه من 5 ل 10 ل 20 سنه لو بنتكلم احنا فعلا محتاجين نقول هيبقى عندي اي ناس قادره تقف قدام التطور اللي هو مش واقف التطور ماشي بره فده لازم نمشي مع ده لا لازم نكون بنكمل بعض لازم زي ما كنا بنتكلم الصبح زي ما الدكتور احمد شوش قال الصبح عن 3 كومبوننت لازم نشتغل بسرعه مع بعض يعني مش واحد بس مش الاكاديميه لوحدها ولا الجامعه لوحده ولا الكوميرشال سيكتور او مسميه اللي هو يعني البروفيشنال سيكتور لوحده الثلاثه لازم مع بعض لما هنعمل بعض اكيد هنبتدي مع الوقت نوصل احسن مش عايز اسمع كده الحقيقه لكن لا عارفه بس ان احنا دايما بنروح ده احنا ايه الشباب بيهاجم لا الشباب بيهاجم طول عمره هيهاجم طول عمره والهجره دي حاجه كويسه مش وحشه يعني انا عندي شباب اي الحمد لله عندنا طلبه وعدد منهم كويس موجود في القاعه عندنا هنا منهم اللي سافر ومنهم اللي موجود ومنهم اللي جاي كتير يهمني اللي سافر يهمني اللي موجود اللي سافر اللي جاي بيطلع مش بيرجع واللي موجود عندي بيبتدي اللي عنده ولو مش قادر يدخل يجيب برضه من بره ويرجع او يكمل او يساعدني من بره مش مشكله في الاثنين وفي نفس الوقت الحمد لله عندنا اللي جاي دايما داخل بيكتب فالحمد لله الدنيا لا فيها كويس فيها شغل كتير حلو يعني شكرا شكرا انت بوست نوت طب شكرا كده يا جماعه وان شاء الله نشوفك السنه الجايه ان شاء الله